سعادة أن نلتقي مجدداً في هذا الموسم الجديد من بودار معا نستطيع. هذه المساحة من إنتاج التلسور والميادين، ومن خلالها سنعرض كيف أننا وسط هذه الفوارق والاختلافات الطبيعية لدينا في الوقت نفسه الكثير من القواسم المشتركة. أهلاً وسهلاً بك محمد إلى هذا المكان الذي هو في قلب العاصمة كاراكاس. هذا المكان المقدس اخترناه تحديداً لحلقتنا هذه عن فنزويلا وشعبها بعد الانتخابات. مرحباً لوسيا، وشكراً لكم على استضافتنا هنا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس. الفنزويليون قالوا كلمتهم وأرسلوا رسالتهم في هذه الانتخابات بأن نهج الحكومات التقدمية صامد بوجه الإملاءات والضغوطات الخارجية، ويبقى الأمل بتنفيذ استراتيجية اقتصادية وطنية تنقذ البلد من حرب ناعمة تحاك ضده وبوتيرة مرتفعة. فلنبدأ. أولا ماريسول. مرحبا وأهلا وسهلا. لوسيا، العظماء عبر التاريخ تفنى أجسادهم وتخلد ذكراهم. نحن هنا في بانتيون ناسيونال. ماريسول، أي رمزية يحمل هذا المكان؟ فلنبدأ بتاريخ هذا المكان. قبل أن يدعى بانتيون ناسيونال كان كنيسة باسم لا سانتيسيما ترينيداد، الثالوث الأقدس. بانيها الرئيسي كان خوان دومينيكو دي ساكرامينتو إنفانتي في العام 744. تهدمت إثر زلزال العام 1812. بعدها بدأت عملية ترميم بطيئة، وفي العام 1874 جرى إقرارها بانتيون ناسيونال. جرى الافتتاح بعد ذلك بعام. وفي العام 1876 نقل جثمان المحرر بوليفار من كاتدرائية كاراكاس إلى هنا. هنا نرى أول نصب تذكاري للجنرال سانتياغو مارينيو الملقب محرر الشرق، لكونه حرر ولايتي كومونا وبرشلونة في حملة الشرق. هنا نرى أنه ولد في العام 1788 وتوفي في العام 1854. التاريخ الثاني هو ذكرى مولده 200 في العام 1988. يرقد جثمانه تحت النصب التذكاري المصنوع من رخام كارارا الأبيض. هنا يرقد جثامين كبار الفنانين التشكيليين من فنزويلا مثل أرماندو ريفيرون وكريستوفار روخاس ومارتين توفار إيتوفار. هنا نجد النصب التذكاري للدكتور خوسيه ماريا فارغاس الملقب بأبي الطب. ترأس اللجنة المعنية باستخراج جثمان المحرر في سانتا مارتا في كولومبيا وإحضاره إلى فنزويلا. وصلوا العظام بخيوط من فضة ووضع لها طلاء خاصا لتحافظ على نفسها وقتا أطول. توجد أيضا 17 لوحة من صنع الفنان الفنزويلي تيتو سالاس التي تخلد أهم لحظات حياة المحرر. هنا نرى بوليفار في بنما، وبوليفار وسوكري في جبل بوتوسي. هنا بوليفار وهامبلوت في باريس، والأخيرة نرى فيها بوليفار في آخر أيامه في كولومبيا. هنا نجد النصب التذكاري للجنرال رافائيل أوردانيتا آخر رؤساء كولومبيا الكبرى والمسؤول عن نقل جثمان المحرر من لاغويرا إلى كاراكاس على طريق الإسبان. هذا الطريق حيث جرى تكريمه موجود وراء النصب التذكاري، ويومها ارتدى الزي العسكري للمرة الأخيرة لدفع الألقاب الأخيرة للمحرر. هذا الصندوق نصب رمزي للأشخاص الذين لم يعثر على جثمينهم أو ترقد في مكان آخر، مثلا البطلة خوانا راميريز المتقدمة، ولقبت كذلك لأنها كانت دائما في أول صفوف المعارك في موناغاس. نذكرها هنا رمزا لبطولة المرأة الفنزويلية وشجاعتها. هنا نجد نصبا تذكاريا آخر للجنرال العام خوسيه فيليس ريفاس المعروف كبطل معركة النصر في الثاني من فبراير شباط العام 1814. نحتفل بهذا اليوم كيوم الشباب. هنا في المذبح العالي رقد جثمان المحرر 135 عاما، ثم في العام 2011 نقل جثمانه والآن يرقد في ضريح المحرر. تعالوا معي.
محامية وسياسية ودبلوماسية فنزويلية. شغلت منصب وزيرة السلطة الشعبية للاتصال والإعلام في فنزويلا ومنصب وزيرة السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية. منذ 30 من تموز يوليو 2017 وحتى اليوم تشغل رودريغيز منصب رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية. الجمعية الوطنية التأسيسية هي هيئة تشريعية وسياسية انتخبها الفنزويليون بدعوة من الرئيس نيكولاس مادورو. تاريخ التأسيس 30 من تموز يوليو 2017. عدد الأعضاء: تتألف الجمعية من 545 عضواً. أهداف تأسيسها: ضمان السلام وإعادة تنظيم الدولة وحماية البلاد من حرب أهلية والبناء لنموذج اقتصادي ما بعد النفط وضمان الحقوق الثقافية والتعليمية والاجتماعية والتكنولوجية للشباب. أهم صلاحياتها: مراجعة الدستور الحالي ووضع دستور جديد للبلاد. حددت الجمعية لنفسها مبدئياً مدة سنتين لإنجاز جدول الأعمال المطلوب منها. نتحدث عن فنزويلا بعد الانتخابات، الحاضر والمستقبل مجدداً، وللمرة الرابعة على التوالي في أقل من عام عبر الشعب عن إرادته في 20 أيار مايو. وسننطلق من هذا الحدث الانتخابي والسياسي والاجتماعي لنتحاور اليوم مع دلسي رودريغيز غوميز، رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية وصاحبة المسيرة السياسية البارزة في هذه الدولة في أمريكا الجنوبية. نشاهد تقريراً ومن ثم نبدأ معك سيدة دلسي. إنه إعلان خاص، فهذه الشهادة تختصر أصوات أكثر من 6,200,000 فنزويلي انتخبوا نيكولاس مادورو على قاعدة سياق متكامل وتاريخ طويل. إن العملية الانتخابية التي أجريناها في 20 أيار مايو الماضي هي نتيجة لجهود كبيرة في سبيل الحفاظ على الديمقراطية والسلام في بلادنا، وهي ثمرة المحادثات السياسية بين القوى التشافيزية والمعارضة بتسهيل ودعم من شخصيات وحكومات مختلفة. التسلسل الزمني للأحداث يبدأ منذ بدء أعمال العنف على يد المعارضة في العام 2017 بهدف إطاحة حكومة نيكولاس مادورو عبر المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. كل يوم يتضح أكثر فأكثر أن الحل للسلام هو الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة وأن يكون التصويت حراً وعاماً ومباشراً. جرى التوصل من خلال عملية الحوار في جمهورية الدومينيكان إلى اتفاق، إلا أن هوليو بورهاس والمعارضين الآخرين المشاركين في تلك المحادثات قرروا عدم توقيع وثيقة الاتفاق. نحن موافقون، سنذهب إلى انتخابات مبكرة ونقترح أن تكون هذه الانتخابات خلال الربع الأول من العام الحالي 2018. هناك ما يجب أن يعرفه الجميع، فقد تلقى السيد هوليو بورهاس مكالمة من وزير خارجية الولايات المتحدة ريكس تيلرسون أمره خلالها بعدم توقيع اتفاق جمهورية الدومينيكان، وها هو الآن هارب من العدالة. وللمفاجأة، بعد أيام قليلة على الامتناع عن التوقيع في جمهورية الدومينيكان، أعلن أحد تيارات المعارضة وكانت قد عزلته قيادة طاولة الوحدة الديمقراطية المعارضة أنه قرر توقيع وثيقة الاتفاق والمشاركة في الانتخابات. هكذا بدأت الحملة. هذا هو الشعب المقاوم. نعم، لقد تصدى للحرب الاقتصادية والتضخم المالي وعمليات إخفاء أوراق العملة الوطنية. العقوبات الاقتصادية الأمريكية على فنزويلا لم ترعب الثوار، بل ازداد اندفاعهم أكثر للدفاع عن سيادة الوطن. فنزويلا هي مثال لأمريكا اللاتينية وللعالم، وعلى الأمريكيين أن يعرفوا أننا لسنا أغبياء. كان لدينا قائد هو هوغو تشافيز، وقد علمنا كيف ندافع عن وطننا. وهكذا بلغنا تاريخ 20 أيار مايو وأجريت انتخابات بمشاركة نحو 9,000,000 ناخب وناخبة. جئت لأصوت لأن لدينا ديمقراطية. إنه احتفال وطني في داخل أمريكا اللاتينية، وهو غاية في الجمال. لن يستطيع أحد التسلل بيننا. إن الأوساط الأكثر تواضعاً أوساط تشافيز قالت كلمتها. فقد فاز نيكولاس مادورو بنحو 68% من الأصوات تقريباً. في الساعة 11 صباحاً من تاريخ 20 أيار مايو بدأت عملية محاولة اغتيال الانتخابات.
بدأ السيد هنري فالكون بعملية خنق الصوت للحصول على رضا الإمبراطورية الأمريكية. وفي هذه الظروف تسلم مادور الحكم لولاية دستورية تمتد من العام 2019 إلى العام 2025، وأمامه عدة تحديات كحكومة الوحدة الوطنية والحوار والثورة الاقتصادية، العفو والمصالحة مع أولئك المعارضين الذين ارتكبوا أخطاء وشاركوا في أعمال العنف. سيدتي، التصويت للدولة لا المستعمرة، للسلام لا للحرب، عنوانان بارزان في خطاب الرئيس مادورو خلال حملته الانتخابية. ربما كان يستشرف فصلا جديدا يحاك لفنزويلا، فأي مستقبل بانتظار البلاد؟ المستقبل الذي ينتظرنا هو مستقبل سلام، فالشعب الفنزويلي عبر عن إرادته بوضوح في 20 من أيار مايو، كما فعل ذلك من قبل في 30 من تموز يوليو، فقد جرى ذلك في ظل أجواء من العنف. جرت انتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية، وفي اليوم التالي أي في 31 من تموز يوليو بزغ الفجر مع عودة السلام إلى البلاد. لقد دفعنا أيضاً من خلال الانتخابات عن سيادة فنزويلا على الرغم من التهديدات الشديدة التي أطلقتها الحكومة الأمريكية. لقد ترجمت انتخابات 20 من مايو أيار إرادة الشعب الفنزويلي بالسلام وبالدفاع عن الاستقلال الوطني وعن كرامته كشعب. وفي ذلك كله رسالة للمستقبل، أي لمستقبلنا معا. فالرئيس مادورو دعا بوضوح خلال حملته إلى أن نبني مستقبل فنزويلا معا، وأن نتخطى معا التحديات التي تواجهها فنزويلا اليوم نتيجة العدوان الاقتصادي المتعدد الأشكال. كان نداء واضحا جدا، وقد لبى الشعب نداءه، فكل صوت في صندوق الاقتراع كان عبارة عن تلبية لذلك النداء. لأننا نريد أن نبني معا مستقبل فنزويلا، فهي دولة لديها كل الموارد لكي تطور اقتصادها وتوسعه لبناء دولة فنزويلا القوية التي يحلم بها الفنزويليون والفنزويليات. تسألني ما هو المستقبل؟ هو مستقبل سلام وازدهار واستقلال، وأمام التهديدات بتحويل أرض فنزويلا إلى أرض محروقة خرج الشعب الفنزويلي ليدافع ليس فقط عن الوطن والدولة، بل وأيضا عن الوطن الأكبر، أي أمريكا اللاتينية. وكما قال نائب الرئيس في بوليفيا، تخاض اليوم في فنزويلا أم المعارك، وقد أدرك شعبنا مغزى تلك الرسالة جيدا وعرف ما هي الأمور التي وضعت على المحك في وجه الإمبريالية، ليس فقط فيما يتعلق بحقوقنا بل أيضا فيما يتعلق بواجباتنا. حول النقطة الأخيرة التي ذكرتها سيدة دلسي، أود أن أسألك ماذا يفسر أنه على الرغم من الحرب العالمية والاقتصادية والتجارية والمالية التي ربما لم يسبق لها مثيل، والظروف اليومية المعقدة التي يعيشها الشعب الفنزويلي والنداءات المستمرة لإقناع الشعب الامتناع عن التصويت، ما الذي يفسر موقف الشعب الفنزويلي الذي ما زال يشارك ويصوت في الانتخابات؟ أكثر من 9 ملايين فنزويلي ذهبوا إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن إرادتهم. إنه الوعي الوطني والجماعي الذي يتميز به شعبنا، وخاصة الوعي بأن ترشيح الرئيس نيكولاس مادورو هو الذي يمثل مشروع فنزويلا الحقيقي. فلننظر إلى الخيار المقابل له. في الانتخابات الخيار الآخر كان يطرح ضرورة الهرولة إلى صندوق النقد الدولي والاستسلام للإرادة الأمريكية والنظام الإمبريالي الذي يريد السيطرة على فنزويلا وتسليمه مواردنا وثرواتنا. أرادوا أيضاً استبدال العملة الوطنية بالدولار الأمريكي، أي دولارة الاقتصاد. لذا فإن الشعب الفنزويلي أدرك ما هي الأمور التي هي فعلاً على المحك، وعرف الشعب الفنزويلي أيضاً أن ثورة البوليفارية فقط هي التي تضمن نظام الرعاية الاجتماعية ونموذج الاحتواء والمساواة الاجتماعية والاشتراكية البوليفارية. الاستقلال الوطني والعملية الاستقلالية التاريخية التي قام بها محررون الأوائل لن يسمح بخيانتهما أو التنازل عنهما، بل سيكونا مصونين ومضمونين بفضل الرئيس مادورو. والأمن والسلام كذلك، فالغالبية العظمى من الشعب على الرغم من الحرب الاقتصادية الوحشية ضده كانت تعلم بأنه وحده الرئيس مادورو من بين المرشحين لديه القدرة على حمايته بفضل المشروع الثوري الذي تركه لنا القائد هوغو تشافيز.
شعر الشعب بالحماية والحرص والمساندة من الرئيس مادورو، وكما يقول الرئيس هذا الفوز لم يأتي هدية من أحد ولم يقدمه أحد هدية للشعب، بل هو فوز مستحق للرئيس مادورو وللشعب الفنزويلي، وهو انتصار في ظل مصاعب اقتصادية جمة. هذه رسالة واضحة جداً لبعض الحكومات القليلة من المجتمع الدولي التي تزعم أنها تستطيع تغيير النظام وتحمل عقيدة تغيير الأنظمة. لقد فعلوا كل ما بوسعهم في فنزويلا من عنف وحرب اقتصادية، ونعلم أن هذه بعض أدوات الحرب على الشعب، بل أيضاً هي أدوات لتغيير النظام، كما هي أيضاً الحرب الإعلامية ضدنا. فوسائل الإعلام التجارية الكبرى تشن حرباً مستمرة على فنزويلا وتشوه صورتها. وفي 20 مايو/أيار أعطت فنزويلا جوابها لجميع هؤلاء، وكان التصويت دفاعاً عن الوطن، وهذا ما فعلناه. محمد، حان وقت الذهاب إلى فاصل قصير، ثم نتابع حوارنا مع رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية دلسي رودريغيز غوميز. سنعود مع المزيد. الحزب الاشتراكي الموحد حزب سياسي اشتراكي أنشئ على أساس الوحدة بين القوى السياسية والاجتماعية التي تدعم الثورة البوليفارية، وهو الحزب الحاكم في الجمهورية الفنزويلية البوليفارية. مؤسس الحزب هوغو تشافيز، رئيس فنزويلا من عام 1999 حتى عام 2013. الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، النائب الأول ديوسدادو كابيو. عدد الأعضاء نحو 5,700,000 عضو تم تسجيلهم اعتباراً من 24 آذار مارس 2007. من جديد نحييكم مشاهدينا الكرام، ونستكمل وياكم هذا الحوار مع السيدة دلسي رودريغيز رئيسة الجمعية التأسيسية الفنزويلية. مشاهدينا، تقرير يتحدث عن العقوبات والقيود المفروضة من الخارج ومن جانب واحد على فنزويلا، واحدة من دول أمريكا الجنوبية. الثورة البوليفارية تواجه حربا اقتصادية مدفوعة من الخارج ومنظمة من التيارات اليمينية بهدف خنق الشعب اقتصاديا والتسبب بجو من الفوضى وزعزعة الحكم في فنزويلا. الصحافة العالمية تصر على أن ضخامة الإنفاق على التقديمات العامة الذي وصفته بغير المستدام هي سبب انهيار البلاد، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط. يعممون أيضاً أن المسبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية التي تعيشها فنزويلا اليوم هو حكومة نيكولاس مادورو. وفي هذا الإطار يرى الخبراء أن الأزمة في فنزويلا ليست نتيجة لنموذجها الاقتصادي، وإنما بسبب التلاعب الخارجي بالسوق المحلية للسلع الأساسية ومحاربة عملتها الوطنية والحظر التجاري المفروض عليها. مع وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، باتت الإجراءات والقيود التي كانت تنجز تطبق بطريقة غير معلنة منذ أكثر من 4 سنوات ضد فنزويلا، وباتت رسمية وعلى شكل عقوبات طاولت مسؤولين ومؤسسات الدولة في فنزويلا. إن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة وبدعم من أوساط يمينية يمنع إجراء عمليات مالية لشراء مواد غذائية وسلع أساسية وأدوية. تضاف إلى ذلك كله العقوبات المفروضة على شركة النفط العامة وسياسة المقاطعة والتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية عبر الموقع الإلكتروني دولار توداي. وترمي هذه الهجمات إلى التسبب بتململ الشعب وزعزعة استقراره بغية التأثير في الخيارات السياسية وتقويض الدعم الشعبي للثورة البوليفارية وحكومة نيكولاس مادورو،
المنتخبة ديمقراطياً. وتعقيبا لوسيا، الرئيس نيكولاس مادورو كان وعد باستراتيجية اقتصادية وطنية يحمي بها البلاد وينقذ ما يمكن إنقاذه جراء هذا الحصار الذي تشنه أمريكا وحلفائها، وأيضا بوتيرة متصاعدة. من أين سيبدأ الرئيس مادورو وما هي الإصلاحات التي سيعد بتنفيذها طالما أن هناك أصوات داخلية تطالبه بإنماء أكثر على أكثر من صعيد ومورد اقتصادي في فنزويلا؟ أعطى الرئيس مادورو في خطابه أمام الجمعية الوطنية التأسيسية إشارات بشأن هذا التجديد الاقتصادي. تحدث عن كيفية اختراق النظام الوطني للأسعار، وتساءل كيف من الممكن لهذا المنتج أو ذاك الذي لا يوجد فيه أي مكون مستورد أن يحتسب سعره في السوق على أساس سعر الدولار وعلى نحو اعتباطي، بإشارة منه إلى أهمية وجود آليات لمراقبة الأسعار. والأهم من ذلك كله هو أن الحرب الاقتصادية استندت إلى هشاشة نقطة ضعف لدينا، ونقطة الضعف هذه تتلخص باعتماد الاقتصاد الفنزويلي تاريخياً على عائدات وأرباح النفط. فقد قال الرئيس إن ذلك النموذج قد دخل في أزمة وعلينا تجاوزه، ودعا إلى بناء اقتصاد متنوع ومثمر يستند إلى 15 محركاً اقتصادياً. وهذا ما عنيته عندما أشرت إلى ثروات فنزويلا الكبرى مثل السياحة، الخشب، الزراعة والأدوية. فمثلاً منصات فنزويلا الصناعية لإنتاج الأدوية هي أكبر من أي دولة في أوناسور. لكن ما حصل هنا هو المزج بين حرب اقتصادية من جهة وشبكات تهريب المواد التي يجري إنتاجها في الداخل. لذلك يجب الآن إعادة ترتيب وتكييف آليات التصنيع والإنتاج. أيضاً نادى مادورو بزيادة الإنتاج النفطي، كما قاد معركة مهمة لعقد اتفاقية مع الدول الأعضاء في منظمة الأوبك، ما سهل إعادة التوازن إلى الاقتصاد الدولي وأسعار النفط على الصعيد الدولي أيضاً. وهذا ما استخدمته حكومة باراك أوباما أداة سياسية للهجوم على روسيا وإيران وفنزويلا. الرئيس قاد تلك المعركة الدبلوماسية وقد ربحناها في النهاية عندما عقد الاتفاق العظيم للدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك، والذي حقق التوازن في أسعار النفط سواء بالنسبة إلى المنتجين أو المستهلكين. ثم أن الرئيس لم ينادي بزيادة إنتاج النفط وحسب، بل أيضا بزيادة الإنتاج الزراعي لضمان المواد الغذائية للشعب، وهذا مهم جدا، ولدينا أمثلة لدول مثل سوريا وفلسطين وغيرهما. هناك ينتجون الأغذية وسط الحروب والمصاعب الشديدة ويحققون السيادة الغذائية، وهذه السيادة سنبنيها وسنضمنها لأنها وسيلة للدفاع عن أنفسنا في وجه الهجمات الاقتصادية التي تشنها حكومات خارجية وتستخدمها في حربها السياسية ضدنا. الرئيس نيكولاس مادورو نادى أيضاً بضبط ومراقبة الأسعار التي يجري الاتفاق عليها بين السلطة التنفيذية الوطنية والمنتجين، أي أن يصبح الاقتصاد شفافاً. لقد قلنا نحن الفنزويليين للرئيس تفضل، ها هو الاستقرار السياسي اللازم لإجراء الإصلاحات الاقتصادية والضريبية والمالية الضرورية والسريعة لتطوير وتحسين الاقتصاد الفنزويلي في وجه الحرب الاقتصادية. لقد تحدث عن المحاور التي سيجري العمل عليها وشرح مسار خطة العمل. على الشعب الفنزويلي أن يعلم أن الأمر لا يعتمد فقط على الرئيس، يجب أن ندرك أن الأمر يعتمد على كل منا، ويعتمد أيضاً على الوعي الوطني والقطاع الخاص والعمال ومستهلكي المنتجات والخدمات. وبالتالي هذا هو نداؤنا عندما قلنا إننا معاً يمكننا أن نجعل فنزويلا تتخطى هذه الأزمة، وسوف نفعل ذلك كلنا معاً، ليس فقط الرئيس، بل ستدرك فنزويلا بأكملها بفعل وعيها الوطني أن علينا تحصينها وأن نعطيها ما لم ينجز من قبل، وهو الاستقلال الاقتصادي الذي سيمنح الدرع النهائية لعملية الاستقلال الوطني. سيدة دلسي رودريغيز، الرئيس مادورو قال عدة مرات إن هناك محوراً أساسياً من أصل 6 محاور سيجري العمل عليها في هذه الإدارة الجديدة بعدما أعيد انتخابها.
ألا وهو الحوار الوطني وعملية المصالحة وإحلال السلام. ما الذي يضمن هذه المرة عدم تراجع قادة المعارضة الذين قرروا المشاركة في الحوار في آخر لحظة؟ وكيف سينسج الحوار بأبعاده الداخلية في وجه الأبعاد الخارجية؟ أي مع الشخصيات السياسية الموجودة ضمن الدولة والمعارضة للحكومة، وأيضاً تجاه القوى الخارجية المعادية لفنزويلا تاريخياً. يجب على هذا العالم أن يدرك أن لفنزويلا خريطة سياسية جديدة. أولاً، المعارضة الفنزويلية المتطرفة والمعادية للديمقراطية التي اختارت أساليب العنف والفوضى هي الآن معزولة ومنبوذة تماماً. الآن ليسوا سوى مجموعة تدور في فلك السفارة الأمريكية، وليس هذا فقط، بل إن قادتهم الرئيسيين غادروا البلاد، يدورون في فلك الحكومات الإمبريالية في محاولة منهم للحصول من تلك الحكومات على ما لم يعطهم إياه الشعب الفنزويلي، أي الدعم والمساندة. لم يفوزوا بمحبة ودعم الشعب الفنزويلي، والآن يذهبون إلى تلك الحكومات الأجنبية ليحصلوا منها على شيء لا تملكه تلك الحكومات، وهم بدورهم فشلوا في تحقيقه في بلدهم. ثانياً، الحوار سمح بوضع آليات للتلاقي ولتبادل الآراء مع جهات معارضة للحكومة، لكنها تحمل مواقف وطنية. لديهم آراؤهم صحيح، ولكنهم يؤمنون بأن علينا العمل معاً من أجل بناء الوطن. وكيف حقق ذلك الرئيس؟ لقد حقق ذلك لأنه لم يتوقف قط عن الدعوة إلى الحوار، ولم يقلع يوماً عن استعداده لمواصلة الحوار حتى في ظل أعبال العنف. نادى الرئيس بالحوار أكثر من 400 مرة بين العامين 2015 و2018، وكان مستعداً له أيضاً. نحن ذهبنا عدة مرات كوفد مشارك في الحوار أرسلته الحكومة إلى جمهورية الدومينيكان، ولكن وفد المعارضة لم يحضر حتى في أصعب الأوقات. وبعدما توصلنا إلى اتفاق وذهبنا للتوقيع، وصلت مكالمة لرئيس وفد المعارضة السيد خوليو بورخيس من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، طالبا منه الانسحاب من الاتفاق. وهناك شهود على هذا الحدث، فرئيس جمهورية الدومينيكان ورئيس الحكومة الإسبانية السابق خوسيه ساباتيرو كانا هناك، هما يعلمان تماماً ما الذي حدث هناك، يعلمان أننا كنا قد توصلنا إلى اتفاق، ويعلمان أيضاً كيف ولماذا انسحبت المعارضة الفنزويلية. لذلك تخلى الشعب الفنزويلي عن تلك المعارضة اللاوطنية والمتخاذلة. المرشحون كانوا 5 في هذه الانتخابات الرئاسية. هكذا عبر الشعب الفنزويلي عن إرادته بالحوار والسلام والمصالحة والتخلي عما يتناقض مع المصالح الوطنية ومع استقرار وسلام الجمهورية. فنبذ سياسيا أولئك الذين يريدون تدمير البلد ويطالبون بفرض العقوبات، وحتى إنهم طالبوا بالاجتياح العسكري. إذن هذه هي الخريطة السياسية الجديدة والرسائل السياسية الجديدة التي أرسلها الشعب الفنزويلي إلى العالم. سيدة دلسي، أنظار العالم والجوار كانت تتجه إلى انتخابات الرئاسة الفنزويلية، واحتمال سقوط الحراك التشافيزي في هذه الانتخابات كان سيعني تداعي الحركات التحررية التقدمية في أمريكا اللاتينية، وبالتالي تداعي هذا النهج كأحجار الدومينو احتمال مستقبلا. مادورو اليوم خرج بورقة رابحة جديدة، وهذا من شأنه أن يكون فرصة لبعض دول الجوار أن تغير من موقفها تجاه فنزويلا، أليس كذلك؟ ليتهم يفعلون، أتمنى ذلك، أتمنى أن يتخلوا عن خيار عدم التسامح والحقد السياسي والعدائية والسلوك غير الودي. بالفعل لا يعقل أن يرفض الواقع السياسي لهذه الدرجة وأن يغض النظر عن إرادة الشعب. كيف يمكن أن يتجاهلوا أن يمحوا هذا الواقع؟ هذا أمر غير معقول. أتمنى أن يتكيفوا مع الواقع ويحترموا القانون الدولي وأن يعودوا إلى آليات الحوار الثنائي بحسب الأصول ضمن نظم وقواعد المجتمع الدولي والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أتمنى أن يتخلوا عن اللاعقلانية، قلنا من قبل وسنقولها مجدداً، عندما كنا كقوى تقدمية ووطنية ويسارية
نمثل الأكثرية من حكومات منطقتنا احترمنا كل من لم يوافقنا الرأي. على سبيل المثال في أوناسور توافق القائد هوغو تشافيز مع ألفارو فيليز، وهو عدو لفنزويلا ولا يمكن تسميته إلا عدو. يحمل فكرة سانتاندير الحقود ضد فنزويلا، ولم يكن هناك أبداً على الإطلاق أي إشارة أو تعبير عن عدم التسامح. كما نرى منذ أن وصلت إلى الحكم تلك الإدارات التابعة للحكومة الأمريكية كيف تحولت إلى بؤر قدح وذب للثورة البوليفارية، كما اعتدت على الشعب الفنزويلي بوحشية. لذا أتمنى ذلك فعلا، الشعب الفنزويلي لم يتوقف يوما عن توجيه الرسائل. قال كلمته: خيارنا هو السلام والسيادة والاحترام. الكثير من تلك الحكومات التي تعطي تعليمات لفنزويلا بوقاحة وعلى نحو غير قانوني وغير شرعي لم تحصل حتى على 33% من الأصوات. لذلك يطبقون سياسة ازدواجية المعايير، ولا شك أن هذه المواقف غير أخلاقية، وبالتالي نحن نطالبهم ونقول كفى، فلنقلب الصفحة، اعترفوا بإرادة الشعب الفنزويلي، اعترفوا بما فعل الشعب دفاعا عن نفسه وعن أمنه وسلامه، فلنقلب الصفحة وها نحن مستعدون لمد اليد وإقامة علاقات احترام متبادل. بعد إعادة انتخاب الرئيس مادورو، نود أن نسألك سيد دلسي عما قاله من أنه يريد أن يستمع إلى اقتراحات وآراء القاعدة والأوساط الشعبية. هل من دور للجمعية الوطنية التأسيسية في ذلك الحوار بين الرئيس والشعب أو بين الشعب وفريق الحكومة على نحو عام؟ بصفتنا السلطة التأسيسية فقد وضعنا أنفسنا في خدمة كل ما يلزم لتحقيق المحاور الاستراتيجية الستة التي أعلن عنها الرئيس للعهد الجديد والبداية الجديدة. السلطات التنظيمية والتشريعية والمراسيم التأسيسية لطالما استندت إلى إرادة الشعب الفنزويلي، ونحن نعزز هذا الحوار. لقد زرنا البلديات 335 في جميع أنحاء البلاد، والتقينا ناخبينا وسمعنا اقتراحات الشعب الفنزويلي، ليس فقط بالنسبة إلى القوانين التي أقررناها، بل أيضا فيما يتعلق بكل الظروف. وضمن هذا الحوار الشامل في فنزويلا الذي سوف تشارك فيه كافة القطاعات، سيكون للناخبين دور كبير لا شك في ذلك، وفي مختلف مناطقهم وقطاعاتهم، أي في القطاعات الممثلة في الجمعية الوطنية التأسيسية مثل السكان الأصليين وصيادي السمك والتجار والمزارعين والشباب والطلاب والنساء. الجميع سيكون يداً واحدة، ذلك هو الحوار الحقيقي. سنستمع إلى الجميع مع احترام التنوع والاختلاف، ولنسر معاً من أجل فنزويلا. سيدة دلسي، كيف تقيمين نسبة التصويت التي حصل عليها تيار نحن فنزويلا البيئة الحاضنة للثورة البوليفارية، وكيف تنظرين إلى مستقبل هذا التيار؟ كما قال الرئيس، تيار نحن فنزويلا كانت لديه بداية جيدة. بعد 3 أشهر فقط من تأسيس هذا التيار رسمياً، ومن ثم بعد مشاركته في الانتخابات، حصلنا تقريباً على 400,000 صوت، وأصبحنا الحركة الثانية منذ انطلاق الثورة، أي بعد الحزب الاشتراكي الموحد، وهو الحزب المحوري للثورة البوليفارية. إلى أين يسير تيار نحن فنزويلا؟ يسير نحو تعزيز الوحدة بين كل الحركات الاجتماعية في فنزويلا، حتى تلك الحركات التي لا تريد أو لا توافق كثيراً مع الحكومة، لأنها تدافع عن فئة اجتماعية معينة وتجد من مصلحتها احترام وحدة الصف مع غيرها من التيارات أو الحركات. على سبيل المثال، في حالة صيادي السمك والمزارعين، قال القائد هوغو تشافيز في إحدى المرات إنه يجب تناول معجنات الأريبا مع السمك، لا السمك وحده ولا المعجنات وحدها، وبالتالي لا بد من وحدة الصف بين صيادي السمك والمزارعين. ونحن اليوم ندعو إلى وحدة كل الفئات الاجتماعية في فنزويلا. لقد دعا تيار نحن فنزويلا أيضاً إلى إعطاء أهمية وتقدير للمناظر الطبيعية الخلابة في البلاد، ونادى أيضاً برفع شأن الهوية الوطنية
وتشجيع وحماية ثقافتنا. لقد دفع تيار نحن فنزويلا عن التراث الإنساني الذي اعترفت به اليونسكو، ودفع عن التراث الحضري وأشكال التعبير الفني والثقافي لشعبنا. كل ما سبق يعني هويتنا. من نحن؟ ها هو البناء المتعمق في جذور الشعب من الناحية الثقافية، وهذا ما جعلنا كما نحن، شعباً معادياً للإمبريالية وشعباً مسالماً وكريماً ومجتهداً. هذا هو تعريفنا، هذا هو نطاق تيار نحن فنزويلا، والآن لدينا قوة أكبر والكثير من العمل مع كل فئات المجتمع. البترو وهي العملة الفنزويلية الافتراضية وجدت كبديل لمواجهة الحصار الاقتصادي والمالي الخانق الذي لم يسبق له مثيل، أيضاً لكسر هيمنة الدولار القائمة منذ سنوات طويلة، ولنسج هيكلية مالية أكثر توازناً وعدالة بمشاركة فئات مختلفة ومتنوعة. كيف تسير الأمور في هذا المجال؟ لقد أيقظ البترو الغضب الإمبريالي لأنه نجح وراح يهرول منذ بدايته. حال البترو يسير على نحو جيد جدا، هو ما تستند إليه الحلول المالية والمحاور التي أشرنا إليها قبل قليل والتي سيعلن عنها قريبا. البترو يمثل سيادة فنزويلا ويعبر عن ثروات فنزويلا، ليست عبارة عن بيتكوين أي عملة مشفرة إلكترونية مبنية على المضاربات، بل هي عملة مبنية على أصول مالية، وهي تعبير عن قدرة الشعب الفنزويلي الخلاقة على الدفاع عن نفسه في مواجهة الحرب الاقتصادية والحصار. لقد جذب البترو انتباه المجتمع الدولي والشعب الفنزويلي أيضاً. سيكون للبترو دور داخلي وخارجي أيضاً، هو بمثابة أمل نابض، وأيقظ الغضب الإمبريالي الذي راح يهدد بعقوبات وبحظر ضد البترو. كل ذلك لم يوقف تقدم البترو. لقد أعلن الرئيس مادورو عن أشياء غاية في الأهمية تنفذ حالياً وتستثمر بعملة البترو، وعما يمكن تطويره من خلال استخدامنا لعملة البترو. البترو سينعش الاقتصاد، لذلك نحن ندعمه تماماً. سيدة دلسي، اليوم أمريكا بالأحادية القطبية التي تنتهجها لتصل على ثروات ومقدرات شعوب دول الجنوب، تواجه من تعددية قطبية من أكثر من دولة وعلى أكثر من صعيد. فنزويلا اليوم بحرية، بنزاهة، بشفافية، مرة جديدة علت صوتها وقالت كلمتها، وربما وجهت صفعة إضافية إلى الإدارة الأمريكية بالنتائج التي أفرزتها هذه الانتخابات. بالمناسبة شقيقك سيد خورخي رودريغيز رئيس الحملة الانتخابية قال إن أمريكا دولة ضعيفة غير قادرة على أن تحكم الشعوب، خصوصا الشعوب الحرة التي تقرر مصيرها بنفسها. أسمع رأيك بهذا الخصوص. نعم، كما تعلم جرت هذا العام انتخابات عديدة في أمريكا اللاتينية، وأعيد انتخاب الإدارات نفسها في عدة دول من منطقتنا. ومن جهة أخرى كان لدى وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA خطة شاملة لكل واحدة من تلك العمليات الانتخابية. كانوا يعتقدون أنهم إذا تمكنوا من إسقاط الثورة في فنزويلا فسوف يملؤون أمريكا الجنوبية بخططهم ويعيدون النيوليبرالية إلى كل مكان، لكن فنزويلا كبحت خططهم. لذا نقول إن الشعب الفنزويلي لم يصوت فقط دفاعا عن فنزويلا، بل دفاعا عن الوطن الأكبر أيضا، أي أمريكا اللاتينية والكاريبي. هذا الأمر في غاية الأهمية. كانت هزيمة ساحقة لأجهزة الاستخبارات، وسوف نكشف في الوقت المناسب عن أدلة دامغة تثبت تدخل السفارة الأمريكية لمنع إجراء الانتخابات. فقد تحولت تلك السفارة منذ عقود إلى آلة حرب ضد الثورة البوليفارية، خربوا الحوار، ونعلم أيضا أنهم فعلوا ذلك واتصلوا بكل واحد من المشاركين وطلبوا منه الانسحاب من الحوار، وأيضا عملوا على تخريب الانتخابات. سحبوا راموس أيوب من الانتخابات وهو مرشح يميني. نعلم أيضا أنهم تواصلوا مع كل واحد من المرشحين لأن اليمين يحوم في فلك المصالح الأمريكية. مشكلة الولايات المتحدة والعالم على نحو عام أن الولايات المتحدة باعتبارها قوة حربية كبرى تصول وتجول في هذا العالم منتهكة القوانين الدولية وتعتدي على سيادة وحقوق الدول. هذه فاجعة العالم اليوم، وقد شهدنا ذلك في تعاطيها مع كل القضايا. شهدنا كيف تعاطت مع مسألة برنامج إيران النووي ومع اللقاء المفروض بين رئيسي كوريا الشمالية والولايات المتحدة،
إنهم ينتهكون كل القوانين ويديرون ظهرهم للشرعية الدولية في سلوك يرتكز على الأحادية القطبية، وفي النهاية ما تقوم به أمريكا يمثل اعتداء على مفهوم تعدد القطبية. إذن هذا هو الدرس الذي لقنته فنزويلا، نقولها بفخر ولكن بتواضع أيضا. لقد هزمنا الإمبراطورية وها نحن أمام ولاية جديدة للرئيس مادورو، ولاية تناهض الإمبريالية. حرب واحدة تعصف بشعوبنا في أمريكا اللاتينية والكاريبي وفي الشرق الأوسط، لكن تختلف الأساليب المستخدمة للغزو والقصف والقتل ومحاولة زعزعة استقرار الشعوب وأضعاف حكوماتهم الشرعية. ما هي العوامل المشتركة بين هاتين المنطقتين التي تجعلها مغرية لهذه الدرجة؟ هل العدو واحد؟ بالطبع هي مغرية بكل ما للكلمة من معنى، من ناحية ثروات الطاقة وأيضا لجهة الأفكار السياسية والإيديولوجية. نحن ندرك تماما معنى انتقال السفارات الأمريكية إلى القدس، إنه أكثر الأفعال استفزازا من بين كل ما رأيناه في تاريخ القضية الفلسطينية. فالقضية الفلسطينية هي قضية العالم بأسره، والولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية هم الأقلية في هذا العالم، ولأنهم كذلك فهم لا يكترثون ولا يمانعون إبادة الشعب الفلسطيني وزرع صراعات خطيرة في الشرق الأوسط وزرع الانقسامات في العالم العربي، وهي الشعوب بدأت تتفاعل. أما بالنسبة إلى منطقتنا وطبعا وبلا شك فنزويلا، فبالنسبة إليهم تمثل هدفا عسكريا استراتيجيا دائما على جميع الأصعدة، والعمليتان متوازيتان. أضف إلى ذلك القوى العسكرية الأمريكية، ولكن من الناحية الاقتصادية تعيش الولايات المتحدة انحداراً اقتصادياً، ولذلك يسعون للمحافظة عليها فقط عن طريق قوتهم في الصناعة الحربية والإعلامية. إذا ما تعمقنا بالنظر فسنجد أن الدولار يحمل في طياته أزمة مالية شديدة تعصف بالولايات المتحدة وبالعالم. فالصناعة العسكرية أو الحربية واتحادات الشركات الإعلامية الكبرى واتحادات المجموعات المالية الكبرى أيضاً هي احتكارات تجوب العالم متحدة، وبهذه الشركات الاحتكارية الكبرى تحاول الولايات المتحدة أن تحكم العالم والشعوب والبشرية. فشلوا في فنزويلا، لقد أخطأوا معها وسيستمرون في ارتكاب هذا الخطأ، لأن الشعب الفنزويلي تعهد وهب حياته دفاعاً عن وطنه. سيدة دلسي، الشعبان العربي واللاتيني يتقاسمان النفس التحرري والنضالي نفسه بوجه الهيمنة والاحتلال. أسمع من حضرتك كلمة في ختام هذا الحوار توجهينها لكل الشارعين، خصوصاً الشارع العربي. نتمنى على العالم العربي أن يتحد دفاعاً عن القضية الفلسطينية ودفاعاً عن تاريخه، أن يبتعد عن الانقسام والتفرقة، لأن الانقسام يصب فقط في مصلحة أعدائه الجيوسياسيين. لذلك فرسالتي واحدة وواضحة وحازمة، ألا وهي وحدة العالم العربي. وأستغل هذه الفرصة معكم اليوم لأتمنى للشعوب الإسلامية شهر صوم مبارك، فأقول رمضاناً كريماً، رمضاناً مباركاً لكم جميعاً. نعلم أنكم الآن في وقت الصيام، كل الاحترام لكم لكوننا من محبي هذا التنوع، وهذا هو ما يجب أن يحكم العالم. التسامح، التسامح السياسي والديني والاحترام. نعلم أن العالم العربي تعرض لعدوان شديد وزرعوا فيه الإرهاب للنيل منه، لذا نحن بحاجة إلى أن نكون معاً وأن نعمل معاً. ففي فنزويلا لطالما دافع القائد هوغو تشافيز عن القضية العربية، ليس فقط لأن مصالحنا مشتركة لكوننا عضواً في منظمة الأوبك، بل أيضاً لأن قضايانا مشتركة عبر التاريخ، مثل الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق فلسطين الشرعي في أرضها وسلامة شعبها. صدقاً إن ما رأيناه في الأيام الأخيرة لهو أمر مروع. نحن نطالب بالسلام للشعب الفلسطيني، وهذا نداؤنا لحكومة إسرائيل أن توقف عدوانها فوراً، لأنها لم تحقق سعادة شعبها من خلال عدوانها. يبقى أملنا الكبير بأن يتوحد الشعب العربي كله كقلب واحد. هكذا ننهي حوارنا مع رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية في فنزويلا دلسي رودريغيز غوميز، شكرا جزيلا لك على وقتك. شكرا لكم. فنزويلا بعد الانتخابات،
تواجه فنزويلا ثلاث مهمات: الحوار الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن استقلال البلاد وسيادتها. الرئيس نيكولاس مادورو وبعد فوزه في الانتخابات دعا إلى إجراء حوار وطني لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية، ودعا قطاع الأعمال للحوار من أجل ضبط الأسعار وشفافية الاقتصاد واستقراره لتلبية احتياجات الشعب من خلال نظام تسويقي جديد، إلى مكافحة الفساد، إلى تعزيز تقديمات الثورة البوليفارية في مجال الصحة والغذاء والسكن. دعا إلى تعزيز الدفاع في جميع حقوله للذود عن سيادة البلاد واستقلالها في وجه هجمة الولايات المتحدة واليمين الدولي، وإلى مواصلة السير على طريق الاشتراكية في خدمة الإنسان. رسمت فنزويلا معالم المرحلة المقبلة في صراعها مع أمريكا وحلفائها. يمكن القول لوسيا أن هذا المعسكر هو من بات أسير هذا الصراع مع بلد المحرر سيمون بوليفر. محمد، أتمنى أن تكون زيارتك الأولى هذه إلى فنزويلا فرصة لتكون فكرة أوضح عن الشعب الفنزويلي واهتماماته ونضالاته، وأيضاً عن التزامه الراسخ بالديمقراطية، وخاصة بعدما أثبت من خلال الانتخابات صلابة إرادته بتقرير مصيره من دون أي تدخل خارجي. وأنا على ثقة محمد بأن القيم التحررية والاستقلالية لقادة أمميين مثل بوليفر وميراندا وسوكري ومارتي وتشي وفيدال وتشافيز لا تزال صالحة في أيامنا هذه، بل وهي مصدر إلهام لحركات ثورية اجتماعية في العالم العربي في نضالها من أجل سيادتها وحقها بتقرير المصير. من هنا من أمريكا اللاتينية سنكون إلى جانبكم دائماً، وسنخبر العالم عن مقاومتكم أيضاً. ودائماً خونتوس باس فورتس مان ناستاتيا. بدك تذكر شو بدك لعمل؟ Good job.